تقيم منظمة اتحاد شبيبة الثورة معسكر الشباب الثقافي في مدينتي نبل والزهراء بعنوان الشباب وتحديات المرحلة، بهدف تنشيط الفكر الشبابي وتوعيته في ظل الهجمة الشرسة التي تتعرض لها سوريا. مع بداية العطل الصيفي تقيم منظمة اتحاد شبيبة الثورة معسكر ثقافي. يقام هذا المعسكر ضمن عدة نشاطات ثقافي، فكري، معلوماتي، طبي، بيئي، من أجل توعية جيل الشباب من الفكر الإرهابي التكفيري لبناء الوطن الغالي. شبابنا عماد هذا الوطن، لعيونهم يرخص كل شيء، ولأجل هذا نصر على معسكرات الثقافة والريادة لإعدادهم إعدادا وطنيا يؤهلهم لأن يخوضوا معركة الوطن ويتصدوا لأعداء الوطن في كل المجالات. الشباب والشابات ممن التحقوا بالمعسكر أكدوا على أهمية هذه الفعاليات لما تقدمه من معلومات قيمة في كافة المجالات للإسهام في بناء مستقبل مشرق لسوريا وجيل مثقف. كانت مشاركتنا معسكر اتحاد شبيبة الثورة وكانت منه الإفادة كتير كبيرة بعدة مجالات، وأهم مجال المعلوماتية والعلوم العامة وأهم مجال التمريض، وإن شاء الله دائما بتستمر هذه الدورات لنبني سوريا، لنبني هذا الوطن، لأنه الوطن بحاجة هذا الشباب. استفدنا كثير من هذا المعسكر من الناحية الطبية والثقافية والشعرية من خلال إقامة المسابقات. طبعا نحن نتمنى انه دوم انه يصير في هيك نشاطات لحتى نحن انه عم نستفيد مشان انشاء جيل طبعا مثقف قادر على بناء الوطن. اخذنا منه كثير معلومات، كان معسكر تثقيفي رياضي، اخذنا منه معلومات عن الطب والصحه ودروس رياضيه كثيره. لان الشباب هم الاهم في بناء وطن قوي قادر على مواجهه كل التحديات، تعمل منظمة شبيبة الثورة من خلال نشاطاتها على الاهتمام بهم وتثقيفهم وتقديم الدعم لهم. من نبل والزهراء، مصطفى كوسى، الإخبارية السورية.